كلمتك يا دكتور بتدينا دايما معلومات جميله جدا ومهمه جدا وناس كتيره جدا ما تعرفها. يلا بقى على طول نبدا بشكل مستمر علشان ما نضيعش وقت الحلقه بتاعنا. استمر ثلاث اسباب بتقابلنا في العياده اللي هي حاله النزله المعويه، حاله القولون العصبي، حاله الامي. اسباب اخرى مؤديه الى الاسهال زي الايدز او تسمم. بصوا يا جماعه بشكل بسيط كده عشان نلخص كل الكلام اللي احنا بنقوله ده بدون كلام معقد، بكلام بسيط نقدر كلنا نفهمه، اي حد يتفرج علينا يقدر يفهمه، مفيش حد يبقى خارج مش مبسوط. عايزين كل الناس من هنا تكون طالعه مبسوطه من الفيديو. لكن دلوقتي يا دكتور ازاي نشخص حاله الامي؟ بصوا يا جماعه قبل ما نتكلم عن تشخيص الاميبا لازم نتفق اتفاق كده مع بعض، اما نيجي نقول اسهال سواء كانت النزله المعويه او القولون العصبي او الاميبا ان كلهم مشتركين في حاله وجع البطن، تمام؟ دي كده النقطة رقم واحد. النقطة الثانية بقى نمسك كل حاجة من الأميبا، نقدر نقول إن في وجع أثناء التبرز مع ريحة براز كريهة طبعًا، والحالات الأساسية اللي قلنا عليها إن في إسهال مع وجع بالبطن، يبقى إسهال ووجع بالبطن وريحة براز كريهة ووجع أثناء التبرز. ده كده بشكل مختصر خالص. بص يا جماعة ما نيجي نتكلم عن تشخيص النزلة المعوية لازم يكون في إسهال، والناس اللي ما اتفرجتش على فيديو النزلة المعوية تروح تتفرج عليه دلوقتي حالًا، في معلومات كافية وشاملة عن الأسباب والتشخيص والعلاج والروشتة الطبية اللي بتتكتب. النزلة المعوية نقدر نقول بكل بساطة إنها يكون مصحوب مع الإسهال بتاعنا ترجيع وسخونية. والناس اللي ما اتفرجتش على فيديو النزله المعويه خش دلوقتي بشكل حالا روح اتفرج على الفيديو ده وبعد كده تعال لنا مره ثانيه علشان نكمل مع بعض اللي المفروض نعمله. يبقى احنا كده عرفنا تشخيص الاميبا، عرفنا تشخيص النزله المعويه. يلا بقى نتكلم دلوقتي على تشخيص. جميل جدا يا دكتور الكلام اللي حضرتك بتقوله. قلنا الاميبا وتشخيص الاميبا، قلنا تشخيص النزله المعويه، دلوقتي نتكلم كيفيه تشخيص القولون العصبي. لما نيجي نتكلم عن تشخيص القولون العصبي لازم نقول ان في انتفاخات وسوء في الهضم مع وجع البطن وطبعا بتزيد مع الزعل والضغط العصبي. عشان كده بننصح الناس بلا استثناء في كل الاماكن، في كل الندوات، في كل الدورات، في كل المؤتمرات، في التلفزيونات، في الراديو، في كل الاماكن بننصح بنقول ممنوع العصبيه، ما تسمحش لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبك، لانك انت اللي هيجي لك الضغط، انت اللي هيجي لك السكر، انت اللي هيجي لك القلب، انت اللي هتموت في النهايه وهو قاعد كده في حاله من البرود. يا جماعه بقى دلوقتي نراجع كل الكلام اللي احنا قلناه. احنا اتكلمنا اول حاجه عن الاسهال وقلنا ان الاسهال اشهر ثلاث اسباب ليه: واحد الاميبا، اثنين النزله المعويه، ثلاثه القولون العصبي. احنا بنتكلم دلوقتي عن اشهر ثلاث اسباب بالفعل بنقابلها في العياده اللي هو الاميبا والنزله المعويه والقولون العصبي. اما نيجي بقى نتكلم عن كل حاجه، اول حاجه اما نيجي نتكلم عن الاميبا نقدر نقول ان في ريحه براز كريهه وفي وجع اثناء التبرز طبعا مع وجع البطن. يبقى احنا كده نميز الاميبا ازاي؟ في ريحه براز كريهه، في وجع اثناء التبرز، في وجع بالبطن. لما نيجي نتكلم عن الجاسترونترايتس او النزله المعويه نقدر نقول ان في وجع بالبطن مع الترجيع والسخونيه. وروح اسمع دلوقتي فيديو النزله المعويه عشان تاخد معلومات مفصله عن الاسباب والتشخيص والعلاج والروشته الطبيه اللي بتتكتب في حاله النزله المعويه. وثالث حاجه اللي هو القولون العصبي. اما نيجي نتكلم عن القولون العصبي يعني في وجع اسهال او امساك، في وجع بالبطن، في سوء هضم، في انتفاخات، وطبعا بتزيد مع الزعل والضغط العصبي. عشان كده بننصح كل الناس في الروشته بتاعتنا مش مجرد ادويه بس، نكتب كده ممنوع العصبي، مش عايزين نسمح لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبنا. يبقى كده كده لخصنا كل الكلام اللي احنا قلناه. طب يا دكتور الروشته اللي بنكتبها في حالات الاسهال، روشته الاسهال في العياده ايه يا دكتور؟ يلا بينا نتكلم بقى دلوقتي عن روشته علاج الاسهال. وزي ما احنا قلنا من شويه الاسهال هنبحث عن السبب بتاعنا، هل هو جاسترونترايتس، هل هو كولون سباستيك، هل هو اميبا. هنبحث عن السبب بالظبط. بالنسبه للنزله او النزله المعويه، بالنسبه للنزله المعويه عاملين فيديو كامل عن النزله المعويه، روح اتفرج عليه دلوقتي حالا علشان تعرف علاج النزله المعويه. هنسيب لكم الرابط في الفيديو تحت. ده بالنسبه لعلاج النزله المعويه. لو طلع السبب بتاعنا قولون عصبي، القولون العصبي، روح اسمع الفيديو عشان تعرف علاج القولون العصبي. اللي هنتكلم بقى عليه دلوقتي اللي هو علاج الأميبا.
علاج الأميبا. يلا نعرف بقى علاج الأميبا إيه. لما نيجي نتكلم عن علاج الإسهال المسببة للأميبا يبقى هنكتب حاجة أنتي بكتيريال. طب إيه الأدوية يا دكتور اللي فيها الأنتي بكتيريال؟ بشكل بسيط نقدر نقول الحاجات اللي فيها حاجة اسمها الإنتو سيد تابلت أو الفلاجيل، فلاجيل تابلت أو ستريبتو كين تابلت 500 ميلي جرام. ده بشكل بسيط يا جماعة. يبقى احنا دلوقتي بنعالج الاسهال مسبب الامي او معالج القولون العصبي او علاج النزله المعويه. ارجعوا للفيديوهات بتاعتها فيها معلومات قيمه جدا، كاتبين الروشتات هناك بشكل مفصل. لكن النهارده كتبنا علاج الاميبا المسببه للاسهال. بنكتب حاجه انتي بكتيريال، يعني بالعربي برضو مضاد للبكتيريا. الحاجات دي كلها لعلاج الاميبا المسببه للإسهال. وبكده يا جماعة يكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. بالنسبة لاستخدام يا جماعة الأدوية دي، قرص 3 مرات يوميا لمدة أسبوعين. وبكده يا جماعة نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. عايز منكم كلكم بلا استثناء انزل اعمل لايك او ديسلايك لو مش عجبك الفيديو. يعني لو عجبك الفيديو اعمل لايك، مش عجبك الفيديو اعمل ديسلايك، علشان حتى انا اقيم نفسي واعدل من نفسي بشكل مستمر بحيث ان الجميع يستفيد. شاركوا الفيديو فالدال على الخير كفاعله. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطية الدهشان رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية. دمتم بصحة وعافية، انتظرونا في حلقة جديدة.